بالنسبه للان فيتور بروش يعني ما حنا في الله في صدر كتابات بعض الاعمال حتى انا ويحيى كنشتغلوا بزاف في الكتابه. هي حنا بصراحه كنشتغلوا بزاف بيناتنا انا ولا يحيى ولا هشام. سكينه هذه اول مره كنشتغل معها في المسرح، حنا اصدقاء، كنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم يكون عندنا اعمال، عندنا اعمال ان شاء الله جايه مازال ما تحداش الانتاج ولا الاشتغال عليها، مي حنا كنوجدوا ان شاء الله الرحمن الرحيم. شي مرض خير الله يجعل السلامه. انت اللي غتجيني كنت غتقول لي الحقيقه. شنو هي؟ ضرب شي كاس بالعمى محزون. منين؟ سلطة الفانيت. فين هي فلوسك؟ ومنين طاح على امك هاد الفلسفه كامله؟ منين؟ وانت اللي حاكرني داك الشيء راه في الجمهور. بصح البارح كان عرض زوين وفرحنا بزاف التجاوب ديال الجمهور ديال جديده اللي هو جمهور دواق، وسورتو في مسرح عفيفي حنا كنعرفوا باللي كاين بزاف الفروق كيدوزوا من هنا، يعني السكينه ديال جديده مولفين المسرح مولفين لا كوميدي، وكان عرض زوين عجبني الحال التجاوب ديالهم، وتنتمناو حتى اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم الجمهور اللي ما شافش البارح يكون سعيد بنا، واخا غادي نشوف لا فاتيك مي غادي نحاولوا نجبدوا الطاقم من الداخل ونلعبوا العرض ان شاء الله الرحمن الرحيم. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.